بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة الصادق التعليمية. احنا النهاردة بنتكلم، عايزين ندرج لوجو للشركة اللي انا شغال فيها او صورة على المكتبات اللي الشركة او الهيئة بتبعتها لاي جهة. اي جهة بتبقى حاطة لها علامة تجارية، لها شكل معين، بيبقى معروف ان الشكل ده خاص بالشركة. طب ازاي ادرج الكلام ده على اي مراسلات انا هبعتها؟ شوف الكرسي واقف فين واخش ادراج. انا شغال هنا على اوفيس 2013، وهي نفس المكان من ادراج او من انسيرت في 2010 2007 2016، وهقول له صورة. انا المفروض عارف المكان اللي انا بخزن فيه الصورة دي، فالمكان، وانا هفترض ان ده اللوجو بتاعي، ان ده اللوجو بتاع الشركة. هقول له ادراج حطه هنا بالشكل ده. طيب شكل الحجم ده كبير والصورة حجمها كبير، انا عايز اللوجو حجمه اصغر من كده. ممكن اصغر الصورة، شايف الاسهم المربعات الصغيرة دي اللي في الجناب واللي في النص، لو انا جيت وقفت هنا كده على حد من المربعات دي لحد ما يديني شكل السهم اللي هو ليه راسين من الجنبين، وشديت كده الصورة بتكبر معايا، ولو وقفت كده الصورة بتصغر معايا. فانا هصغر الصورة للحجم اللي هو اقدر احطه كلوجو للشركة، بس انا عايز احط ده في الجنب الشمال، عايز احطه في الجنب الشمال. طول ما هي الصورة متحددة كده ظهرت تاب التنسيق هنا، فيها اختيارات كتيرة خاصة بالصورة. طيب لو طلعت من الصورة، تاب التنسيق دي من هنا كده راحت اهي، حددت الصورة، تاب التنسيق ظهرت، بخش تاب التنسيق دي في حاجة اسمها الموضع. الموضع ده لو الصورة انا عايزها يمين، عايزها وسط، عايزها شمال، فانا عايزها شمال في اعلى، دوس كده حددها هو اهو وحطها لي في شمال، اشيلها واحطها هنا اهو في اعلى حتة في الصفحة، على اعتبار ان ده هيبقى اللوجو بتاع مين؟ بتاع الشركة. بكده قدرت ان انا احط اللوجو على اي ورقة هيتم ان انا استخدمها في المراسلات بتاعتي. ده بالنسبة للوجو. طيب لو انا عايز بقى احط صورة، انا واقف هنا وعايز احط صورة تأيد الكلام بتاعي، سواء كانت حاجة خاصة بمنشأة، سواء كانت عمارة لسه بتتبني وبأكد ان المراحل بتاعتها ماشية ازاي، ايا كانت الحاجة اللي عايز احط الصورة اللي تأيد الكلام او تساعدني في عرض الكلام اللي انا بعرضه. برضو هخش ادراج، وادراج صورة برضو نفس المكان، وانا عارف الصورة اللي انا هحطها، فهفترض ان انا هحط صورة من الصور دي اللي هتأيد كلامي اللي ماشي مع الكلام اللي انا كاتبه، وهقول له ادراج. حط الصورة هنا، برضو الصورة حجمها كبير، هحاول اصغرها. تصغيري للصورة خد الشكل ده. طيب احنا هنا الصورة دي محطوطة في المكان ده، برضو انا ممكن في الموضع اهو، لو انا حطيتها كده في النص، كده تحت، كده فوق، في النص، كده شمال، كده يمين، كده في النص يمين، كده تحت يمين، فلو انا هحطها في النص، حطيت الصورة في النص والكلام جه من حواليها، ده لو انا عايز اضيف صورة بهذا الشكل. ولكن ممكن انا اعمل ايه؟ شايف الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه، في حاجة اسمها خيارات التخطيط الاضافي، بخش حاجة اسمها التفاف النص، او اخش التفاف النص هنا، فهنا بيديني اشكال. لكن لو دخلت الموضع هنا وخيارات التخطيط، التفاف النص هنا بيديني شكل الصورة هيبقى فين. لو فرض انا عايزه اعلى واسفل، وهقول له موافق خلاه اعلى واسفل، بقى الكلام اعلى واسفل الايه الحاجة. طيب لو انا عايزه التفاف النص دون كده، عايزه هنا مربع، بص هياخد شكل المربع في وسط الكلام، واقول له موافق. يبقى على حسب الشكل اللي انا عايزه بخش الموضع هنا واخش خيارات التخطيط الاضافية، التفاف النص، اختار الحاجة هنا هيبقى امام النص، بص كده. يبقى الخيارات على حسب ذوقي وعلى حسب ما انا عايز وعلى حسب الصورة تتحط ازاي احطها بهذا الشكل. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الشرح. لو اعجبك الفيديو لا تنسانا بالاشتراك في القناة، ولا تبخل علينا بالإعجاب،
حتى يصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.